بالفطور كيف تفطرون؟ كيف تفطرون؟ كيف نفطر جماعتنا؟ لكن علينا أن نتناغم، لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. كيف نفطر جميعا؟ وهو حالة ما يقول الله أكبر بقي قام أكملها، يعني نهجم على هذه المائدة. ويعني ولما تكون مائدة فيها 25 أكل، فمن أين نبدأ؟ من يمين ولا من شمال، ولا بالسكريات ولا بالخبائز اللي معت 5 ولا 6 ولا الحريرة والحليب؟ يعني ما شاء الله، يعني كين حليب بارد وكين عصير وكين قهوة حليب وكين شاي أربعة مشروبات، ثم كين خبائز فيها الملوي والبغرير والكروسون 5، والحلويات فيها الفلالية والشباكية والمخرقة وكين لحاك البسطيلة تمي، يعني عاد سلو كين اللي حاطوا ناشف واللي حاطوا معجون وشنو نسيت عاد تمين البريوات. هذا ليس رمضان، والله هذا ليس رمضان. وأنا أتشدد مع النساء في القضية هذه، انسوا هذه العادة السيئة، انسوا رمضان نعم نأكل، والله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم ما كاينش كلوا واشربوا في القرآن، لو لقيت واجب علي أنا ما عرفت كاين حزب هذه اللي عندنا هذه 30 جزء ما فيهاش كلوا واشربوا، ما عرفت لا شي واحد حافظ القرآن يقول لي فين ما كاينش كلوا واشربوا، كاين كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كاين كلوا واشربوا وتحققوا عند حفاظي، ما كاينش كلوا واشربوا، كاين كلوا واشربوا واتقوا. لا كاينش يعني ليس فيه كلوا واشربوا هكا مطلقا، يعني هكذا كالأنعام، كاين حد دائما، كاين حد لهذه الأشياء. فيعني علي سنعود لهذا الحد، لنتكلم عن التغذية فيما بعد رمضان. هذا الفطور من الناحية العلمية، فأنا أوصي في علم التغذية أوصي بأن تفطروا على شيء سهل في الامتصاص. هو ليس هناك أسهل من التمر. يعني الناس اللي بغوا يفطروا بالعسل، نعم وغادي نقول لكم علاش الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصاش بالعسل، وصى بالتمر والماء، ولكن ما وصاش بالعسل، نقول لكم علاش. فنفطر على التمر لماذا؟ لأن التمر فيه سكريات بسيطة، السكر سامبل فيه سكريات بسيطة تمتص بسهولة، تمر إلى الدم وترفع هذا التركيز ديال الجليسيمي، تركيز ديال السكر في الدم، ثم يذهب الارتخاء والكسل، وتكسر كذلك الجشع، تكسر الشهوة، يعني ما كتهجمش على المائدة. تفطر بتمرات رطب أو تمر أو ماء ثم تتوقف، يعني صلوا لما كنتيش تصلي غير وقف ما تاكلش لمدة 10 دقائق إلا قدرتي، بزاف غنزيد لكم في النهار 10، يعني الأذان زايدين 5 وأنا نزيد 10 وأنا غادي نديكم. توقفوا 10 دقائق إلا بغيتوا تصحوا، 10 دقائق اللي بغيتوا تصحوا، بغيتوا تمرضوا هردوا، يعني كل 10 دقائق إذا ما قدرتوش 10 دقائق، يعني والله أناشدكم الله 5 دقائق، توقفوا 5 دقائق باش هذاك السكريات توصل للدم والجسم والمعدة تعيد نفسها، ثم ارمي هذيك الساعة يعني بروتينات ولحوم وسمك ارميها. توقفوا بعد الإفطار، لماذا؟ لأن هذا علم التغذية. ولما رجعنا إلى السنة وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمر أو ماء ثم يقوم للصلاة، ما كانش كيصلي بمدهنتين، كان يصلي ما شاء الله، يعني كان 15 دقيقة في صلاة المغرب كان يقوم للصلاة، هما اللي كيرجع من المسجد من الصلاة عاد يكمل الفطور دياله. ما كانوش كياكلوا بحال البيضات والشباكيه، كان خبز شعير حليب تمر، هذه يعني الاسودين هما كانت غالبيه يعني التغذيه ديال الرسول وديال الصحابه رضي الله عليه وسلم ورضي الله عن الجميع. فانظروا الى علم التغذيه الان كيف يوافق السنه، توافق تام. ثم لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول الحديث ديالو ادق من علم التغذيه، ادق بكثير. لماذا؟ لان الافطار على الرطب، الرطب هو البلح، هذا التمر اللي باقي يعني طري ما جفش. لماذا؟ لأنك يكون في تركيز ديال الماء شوية طالع، وتكون ألياف دياله مازال ما ديناتيراتش، يعني مازال ما تيبسج، وكذلك السكريات مرتفعة والفيتامينات كذلك مرتفعة، لأن البلح فيه فيتامينات أكثر، لأن الفيتامينات كتمشي مع الوقت مع الضوء ومع، يعني فيه فيتامينات أكثر من التمر. فبدأ بأعلى جودة هي الرطب، ثم ثاني جودة هي التمر، لما كانش الرطب يعني التمر فهو أحسن، يعني هو يعني فيه مكونات. وإلى ما لقيت والو ماء، لماذا؟ لأن المعدة قرينا في الثانوية أن المعدة إمتى كتبدأ تفرز هذه الأنزيم للهضم، إمتى كتبدأ؟ حال ما تسقط أي شيء فيها، أي حاجة تسقط في المعدة كتبدأ تفرز
تريبسين والكيموتريبسين. فإذا فقط فيها تمر فهو خير، لأن السكريات الألياف يعني هي غدة التريبسين، والسكريات يمر إلى الدم وتكون على أحسن ما يرام. حتى من اللي تأكل تأكل أحسن، تأكل أكثر، يعني اللي بغيت تأكل أكثر تأكل أكثر. ثم إذا ما كانش يعني تمر أو رطب الماء، فهذا الماء على الأقل سيجعل هذه المعدة تفرز الأنزيمات. لما تأكل لحم أو حليب أو فهي تكون قد أعدت نفسها. هذا مما الناحية العلمية يعني فيما يخص الإفطار. والآن تستفيدون يعني صحيا تستفيدون. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يريد العسل في الفطور، رغم أن العسل كذلك في سكريات وفي فيتامينات وكذلك سهل في الهضم، ولكن العسل كان يصنفه الرسول صلى الله عليه وسلم دواء وليس غذاء. فلا يمكن أن يصف دواء في الإفطار، لأن العسل دواء، يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فالعسل دواء وليس غذاء. فالرسول أوصى بالإفطار بالغذاء، يعني التمر والماء، ولكن العسل شفاء. فإذا يعني كان عندكم عسل وأردتم أن تفطروا بالعسل فافطروا بالعسل يكون أحسن. ولكن في جميع يعني خذ يعني ملعقة ديال العسل صغيرة أو كبيرة عليه، خذ عسل من الأحسن ترشحوه بشوية ماء، يعني باش تشربوه رشحوه بالماء باش يكون سائل باش تشربوه بسهولة، حتى في الهضم يمر مباشرة إلى الدم، ويعني يكون الجسم يقوي الجسم يعني ضد الارتخاء والكسل وما إلى ذلك. ولكن دائما توقفوا، يعني جزاكم الله خيرا، توقفوا لما تفطروا غير جربوا غدا إن شاء الله فطروا توقفوا ودعوا لي، توقفوا خمس دقائق عاد كملوا الإفطار وغادي تشوفوا بأنه فنصل العشاء، العشاء ما كاينش. فالفطور لما تفطروا فطروا بشوية، يعني ما تسرعوش في الأكل، ما تسرعوش في الأكل، عندكم الوقت ساعة ونص صلاة تراويح خذوها كلها كلوا فيها يعني بشوية. يعني هذا فعليهم اللي تصلي صلاة المغرب هذيك الساعة ونص حتى يأذن صلاة التراويح إذا ما كانش الدرس، فخذوا راحتكم وأكل بشوية يعني بهدوء. حاولوا ما تخلطوش كثير الأكل. دهنيات حاولوا تفادوها إذا كانت دهنيات حيوانية. هذا يعني هذا الرغايف اللي دايرين في وسط منهم شحم، هادو كارثة، يعني هادو كارثة. الناس اللي كذي كارثة أنك تفطر بشحم يعني كارثة. ربما تأكلهم في وقت آخر، ولكن في الناس كيف يفطروا بالخبز في الشحمة هذه كارثة. لأن المعدة مرهقة وبالصيام ويعني تهضم بسهولة يعني ببطء، وأنت تعطيها دهون وتعطيها يعني هذا. أولا باش تستنجوا مستفدوا، مش غير يكون هدرة هكا كلام. فلما تفطروا افطروا على شيء يعني كما قلت تمر أو ماء، كلكم عندكم تمر والماء في ديوركم، تمر او ماء. اللي عنده العسل وبغى يفطر بالعسل لما لا، يكون عسل حر ماشي عسل سكر، يكون عسل يكون متيقن انه عسل خالص ديال النحل يفطر بالعسل لما لا، لانه غادي يكون شفاء. ثم تتوقفوا وتكملوا الفطور، لا تشربوا الماء مع الاكل. ماتش يعني راه شتم اللي كتشربوا الماء يعني كتنتفخوا وكتلقاو عسر في يعني في الهضم وفي التنفس. وغنوصلوا لهاد القضيه التنفس علاش كتنفسوا بصعوبه ملي كتشبعوا. فتوقفوا ثم كلوا بهدوء وببطء، ولا تشربوا ماء، لا تشربوا ماء يعني حتى تكملوا الاكل وتمر نص ساعه على الاكل عادي. يعني اللي بغى يشرب ماء يشرب ماء، راه غير حاله نفسيه اضطراب نفسي انك تشوف الماء وانك عطشان خاصك تمين الاكل توا في ماء، راه الشاي في ماء، حليب في ماء، الحليب في ماء، يعني كل في ماء. يعني ملي تشرب يعني هذه الصحن ديال الحريره يعني فيه الكميه ديال الماء الكافيه اللي يسد يعني الحاجيه ديال الجسم من الماء، وكاس ديال الحليب فيه يسد حاجيه الجسم من الماء، وكاس من شاي يسد حاجيه الجسم من الماء. يعني ما تبقاش فيكم ذاك الجشع انك خاصك يعني لما تشرب الماء مع الاكل. فبعض الاشياء ما تستفش منها تمر مع الماء الى الامعاء، ثم يكون هناك عسر في الهضم، عسر يعني المعده تتوقف لانك يعني كتزعجها اثناء الهضم. فالمعده الحجم ديالها كم؟ خصكم تكونوا عارفين هذه القضيه، لان حتى التلاميذ ديما دابا ما عارفينش. اليوم سولت التلاميذ في الثانويه في السطات ما عارفينش الحجم ديال المعده. 1500 ملي لتر ونص الحجم ديال المعده، لتر ونص عند الانسان العادي البالغ ومع ذلك على لتر ونص لتر 400 لتر 700، المهم حوالي المعدل هو لتر ونص. منها 500 ملي للاكل و500 ملي للماء 500 ملي للهواء. اللي خصكم يعني تحاولوا عليها وخصكم تحترموها. اذا ملأتم قنينه ديال الماء، اذا ملأتم قنينه ديال الماء عن اخرها ويعني سديتوها، وضعتم السداده ثم حركتم هذه القنينه، هل تتحرك؟
من الداخل لا يتحرك، لأن يجب أن يكون هناك فراغ فين يتحرك فين يدور هذا الماء. فكذلك المعدة إذا ملأتها عن آخرها فلا يمكن ما تلقاش كيف استخدم يعني، وهذه تحس بعسر في الهضم وتحس بالاضطراب وعلى لن تكون على أحسن ما يرام ولا على أحسن حال. فيجب أن يكون 500 ملي نص تقريبا نص لتر، 500 ملي للأكل 500 ملي للشرب، ثم 500 ملي تبقى فارغة اللي تنسميها احنا في العلوم إسباس دو تيت، كنقولوا له لاجيتاسيون كنخلي واحد إسباس دو تيت باش نحركه يعني باش يدور هذا الماء. فعند الشكل ديال الحرف اللاتيني جي المعدة هكا دايرة المعدة باش يسهل هذاك يعني الكونتراكسيون هذا يعني الحركة ديال المعدة لما تعصر ولما تهضم يكون حركة ديالها سهلة وتهضم بسهولة. لما تأكل كثير هو ما يقع، هو ما يقع يعني لما تأكل كثير هو الواقع، يعني تحسون بتنفس ضيق يعني يضيق تنفسكم ولا يعني تحسوا بحالة يعني خطيرة جدا، الناس كيحسوا بآلام ويعني كيولي باغي ديك الأكل يهبط وعاد كيمشي يزيد واحد الكارثة أخرى تيجيب واحد المشروب غازي باش يهضم. رمضان ما جاش باش تهضموا باش تشربوا تاكلوا تشربوا الماء شربات غازية باش تهضموا، رمضان جا باش تحسوا بالجوع باش تجوعوا ماشي باش تهضموا. فالرئة تدخل الرئة تدخل 700 ملي ديال الهواء ملي كتنفسوا 700 ملي، يعني هاد 700 ملي ديال اللي كتدخلوها ديال الهواء. فالرئة خاصها تمدد خاصها تنفخ، لما تتمدد يجب ان تجد يعني موضع فين تمدد فيه. فإلى عمرت هاد المعدة كتحبسها كتحبس الرئة ما تتخلاش تمدد وكيولي التنفس ديالكم بصعوبة، ما كتدخلوش 700 ملي لا كتولي تدخلوا 100 ملي كتولي تنفس بالسياء يعني ماشي يعني. لو وصلت لهاد الحالة هذه فها كارثة يعني هذا هلاك والله هذا هلاك. ف يعني هذه أمور علمية دقيقة حسابات يعني هذه الأشياء لازم تعرفوها، والإنسان اللي عرفها أحسن ما يكونش معرفها، لأن ليست محاضرة نظرية هكذا فلسفية يعني نتكلم عن حجرة في المكسيك أو عن عشبة في الهند، لا نتكلم عن أشياء واقعية تنفعنا تجاءت من ديننا ومن صلب عقيدتنا.